نتائج هذا الكت تطلع بهالطريقة. Analysis of polymorphism two probes عندي. هذا التصوير على صبغة الفام وهاي التصوير على صبغة الهيكس. نجي نشوف هنا النتائج. العينة رقم واحد طلعت لي BB، معناها الميوتنت تايب ميوتنت تايب. يعني مثلا إذا كانت السنب من A إلى G، فالجي هو الميوتنت أو الفاريد الليل، فحيصير عندي GG بهاي العينة. أما هنا أنا حيكون عندي AG، أما بهذه العينة حيكون AA. معوض بالبرنامج الA والB، الأحرف الحرف A واللي هو معناه الوايلد تايب، والحرف B عن الميوتن تايب أو الفاريد تايب الأصح. زين، فمعوض بدل ال يعني بعدين احنا نجيب نهاية النتائج نحول ال نعوض بدل كل حرف باللي يمثله بالسنب. فهو شنو اول الليل اللي هو الوايلد فهو A، اما البي هو الفاريد الليل.